عمر طائي وسدرة بيوتي يحذفون بوست، شيرين وأسامة يعلنون عن ارتباطهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع اليوتيوبر قمر الطائي وسيدرا بيوتي اللتان قامتا مؤخرا بحذف بوست لهما على الانستغرام، حيث قمر حذفت بوست المقلب انها في دبي وسيدرا حذفت بوست الهالوين. من جهة اخرى شيرين بيوتي لمحت عن ارتباطها بنشرها ستوري مع ابنها المستقبلي، فهل ستكون شيرين اول بنات بيوتي التي تعلن عن ارتباطها؟ ايضا انتشر مقطع لزياد ابو شعر في زفاف لين ابو شعر وهو يؤكد على ان اسامة مروة مرتبط، رأيك بخصوص هذا الخبر؟ بس عادي فيك تروح تقول له شو هذا اسامه وهيك عرفت. اوكي طيب جيب فيك العيد؟ لا ما تجيب ليش؟ اوكي خلاص. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you get sick of being a monster out of my head under my bed, think you're something out of my nightmares. Sing it right there. But if I lay down.